لو الحكاية فيها إن فيديو. استضفنا النهارده الأستاذ الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب كلية الطب جامعة عين شمس، ومرشح على مقعد نقيب الأطباء في الانتخابات المقبلة المقررة عرضها 9 أكتوبر 2015 ويعضو مجلس نقابة الأطباء. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ ريحان. في البداية دكتور حابين نعرف سبب ترشح حضرتك في كمان صب نقيب الأطباء. والله سبب ترشحي إن عزوف كثير من الأطباء المحترمين اللي كانوا يصلحوا لهذا المنصب يمكن أكتر مني في الوقت الحالي عن الترشح. احنا بقالنا أكتر من 6-7 شهور بنحاول مع كثير من الأطباء لإقناعهم إن هم يترشحوا، يكون فيهم يعني خواص معينة. أولا السن لا يزيد عن 65 سنة، يكون لي خبرة في العمل النقابي، يكون لي خبرة في العمل الإداري، يكون لي خبرة في العمل العام، يكون رجل دولة قادر يعني يعلم كيف يتكلم ومتى يتكلم وأين يتكلم وبما يتكلم. كل الكلام ده يعني حطينا مرشحين كثيرين وللأسف كلهم واحد ورا التاني لغاية قبل فتح باب الترشيح بيومين اعتذروا، فما كانش غير المجموعة طبعا اللي كانت متولية هذا الموضوع قالوا لي يعني ما فيش فايدة لازم نترشح، وليه لا يعني لازم أنا أترشح وما كنتش مترشح من الأول، لأن أنا عارف إن هي صدمة كبيرة حضارية بالنسبة للناس إن إحنا ننزل بسن نقيب الأطباء من 78 سنة إلى 47 سنة. طبعا في كل دول العالم القيادات كلها في سن الأربعينات، يعني شوف رئيس أمريكا ورئيس إنجلترا ورئيس وزراء بريطانيا ومعظم الدول الكبرى يعني والمناصب في كل هذه الدول بتكون في فترة الأربعينات، لأن طبعا معروف علميا حتى أن أفضل يعني فترة لبذل الجهد بتكون من سن 40 سنة إلى 60 سنة. فهم بيحاولوا ياخدوا أكبر قدر ممكن، والناس اللي هم بيكونوا أكبر سنا وعندهم خبرات بيبقوا مستشارين بعد السن الأكبر. فيعني شاء النصيب إن احنا نترشح، وأصدرت بيان الترشح ليلة فتح باب الترشيح، وكنت أول واحد تقدم بأوراق الترشيح. عايزين نعرف ايه المميزات اللي هيقدمها دكتور خالد سمير للاطباء؟ والله احنا عندنا مشاكل كتيره جدا، مشاكل جوه النقابه، مشاكل جوه النظام الصحي، مشاكل جوه اتحاد المهن الطبيه، مشاكل في العمل النقابي العام في مصر مش بس الطبي. فنبتدي مشاكل جوه النقابه. طبعا انا دخلت النقابه على ائتلاف تيار الاستقلال بهدف كنا حطيناه هو عدم سيطرة أي حزب أو مجموعة أو فصيل أو تيار سياسي على النقابة، وأمنت بهذا الهدف وعملت ليه بكل جهدي ودخلنا. كان ساعتها الإخوان هم مسيطرين على النقابة بالكامل وقدرنا ناخد منهم الأغلبية. نتج عن ذلك أو الظروف اللي موجودة، طبعا أنا ما بفرقش ما بين الأطباء داخل النقابة، الأطباء بالنسبة لي أطباء سواء مهما كان يعني توجههم السياسي، إلا أن يكون واحد مرتكب جناية أو مطلوب القبض عليه أو شيء، هنا طبعا القانون هو الأساس في التعامل. إنما التصنيف السياسي مش موجود عندي، أو الديني أو ما حسب مكان العمل، ده جامعة أو ده صحة، كل دي حاجات للأسف الشديد ضمن نعرة طائفية موجودة في مصر حاليا بنراها في كل المجالات، حتى في الكورة، حتى في الإعلام، حتى في أي شيء. فكرة إن أنا عدم قبول الآخر وأدور على حاجة فخوية علشان خاطر بدل ما امد جسور الثقه والصداقه والتعاون عشان خاطر يبقى في مصلحه مشتركه، ابتدي ادور على حاجه مختلفه بيني وبينه واعايره بيها واقول له لا ده انت مختلف عني واحنا مختلفين. المهم احنا دخلنا النقابه كان المفروض ان احنا لينا اغلبيه فارق مقعد واحد، نتيجه طبعا الظروف السياسيه ومطاردات وناس مسافرين بقى في عندنا اكتر من 9 أعضاء ما بيحضروش لسبب او لاخر. فطلبنا باسقاط عضويه هؤلاء، لان طبعا القانون بيقول اللي ما يجيش 3 جلسات ورا بعض في سنة واحدة أو 5 جلسات متفرقة في سنة واحدة بيسقط عضويته، للمجلس المجلس صادر قراره زي ما قلنا المجلس أن يسقط عضويته. كانت أول مفاجأة إن الجماعة بتوع تنظيم أطباء بلا حقوق ده تنظيم لأيديولوجية يسارية، بنعترف لهم طبعا أن هم ناس في العمل النقابي بقالهم فترة أو شيء، بس أول مرة هم يتولوا، وعندما تولوا المسؤولية أظهروا كثير من التصنيف السياسي داخل النقابة وارتكبوا أخطاء ربما أكتر من أخطاء سيطرة نظام الإخوان على النقابة، ومنها أول حاجة رفض إسقاط عضوية الإخوان، رغم أن هيجي ناس تانية تساعدنا في الشغل. 25 عضو ده عدد قليل بالنسبة للمفروض يتعمل في نقابة الأطباء على مستوى مصر وتواصل بين النقابات الفرعية والنقابة العامة وتقسيم الأعمال وغير كده، لكن هم فضلوا
ان يكون ليهم اغلبيه مطلقه للحفاظ على الاغلبيه المطلقه بالسبع اصوات اللي عندهم، يفضل المجلس 13 او 14 واحد على ان يتم تصعيد ناس تانية. وطبعا تم قراءه القانون بطريقه يعني على مزاجهم، وهم عينوا بدون اعلان محامي مغمور عملوه مستشار قانوني للنقابه. بعد ما كان طبعا مستشار قانوني كان مكتب الاستاذ الدكتور محمد سليم العوا قبل كده بيستشار في المشاكل اللي احنا ما نقدرش جوه الشؤون القانونيه ان احنا نعرف حلولها بسهوله، اللي هي المعضلات القانونيه الكبيره. ان احنا عندنا 8 محاميين منهم 3 محاميين بالنقد موظفين جوه النقابه يعني، لكن الغرض الاساسي كان هو ايجاد حد تبعهم يتم ارسال الورق ليه عشان يمضي عليه ويتقال ان المستشار القانوني رايه كده يعني. عارفه انت طبعا الحزب الوطني وطريقته في، هي ثقافه الحقيقه يعني، انا اكتشفت ان هي ثقافه عامه، ان احنا ما تعلمناش ديمقراطيه من صغرنا ولا عشناها، فاي حد بيتحط في نفس الوقف بيتصرف نفس التصرفات بغض النظر اذا كان يميني ولا يساري ولا اسلامي ولا غيره. للاسف الشديد هي عادات مصريه خاطئه يعني اكتسبناها اثناء فتره الدراسات من الابتدائي فما فوق وبننفذها. فكل ما تلا ذلك كان عباره عن محاوله للسيطره على النقابه من هذا الفصيل، واستخدام النقابه كمنبر للايديولوجيه بتاعته، ان هو في اختلاف دائم مع السلطات مثلا، استهداف الصدام كوسيله او الوسيله الاولى للتعامل مع اي حد حتى معانا جوه المجلس. يعني احنا طلبنا كتير نقعد مع بعض وان احنا نرجع تاني للمبادئ اللي حطيناها لتيار استقلال الاطباء، نرجع للقانون في النقاط الخلافيه، نجيب حتى حد محايد معتدل يفسر القانون، بلاش حد لنا ولا انتوا او لا احنا ولا انتوا، المجموعه اللي هي الخمسه سته المعارضين والمجموعه بتاعت بلاحو. لكن كل هذه الطلبات او المناشدات بقت بالفشل، لان هم مسيطرين، هم عندهم اغلبيه ولم يعودوا يحتاجوا الى اصواتنا فتخلصوا منا. انا كنت امين صندوق النقابه استقلت، كنت رئيس لجنه اداب المهنه استقلت بسبب برضو ممارسات خاطئه كانت تحدث سواء في لجنه اداب المهنه، محاوله يعني الضغط عليا كذا مره في محاوله ادانه بعض الاطباء. يعني يجيبوا لك مثلا ورقه مكتوب فيها احد اعضاء المجلس مثلا من بلا حقوق اتصل بي زميل وقال ان المدير المستشفى الفلاني في البلد الفلانيه تعسف معه بسبب كذا وكذا، نرجو تحويله للتحقيق. فاجيبه العضو ده يعني بدون وجه حق، يعني الخطا مفيش خطا، مش مكتوب اي حاجه ولا مكتوب اي حاجه. انا اول ما استلمت اللجنه راجعت كل الفايلات بتاعتها، انا دايما ليا فكر معين يعني في طريقه شغلي منظمه شويه، فاكتشفت ان في قضايا من سنه 2006 معلقه في نقابه الاطباء، فحطينا اجتمعت مع الزملاء من المحامين وبتاع وحطينا خطه ان خلال سنه لازم كل القضايا القديمه تكون خلصانه، ونحط نظام معين ان لازم اي قضيه تخش نقابه الاطباء تخلص خلال 6 شهور بغض النظر عن الاسم اللي موجود فيها كبير صغير. قضايا بنتعامل معاها برقم، ملناش دعوه بالشخص يعني بدون شخصنه. فالنظام ده ما عجبهمش طبعا متابعين الحاجات اللي ذكرت في القانون. القانون بينص ان انت لما بيجي لك شكوى في حد بتبعت للدكتور جواب مسجل بعلم الوصول قبل اسبوعين على الاقل من ميعاد اللي انت حددته للتحقيق. ف يعني في مدد بينيه مذكوره في القانون لا يمكن تجاهلها يعني. فزي ما بقول لحضرتك يجي لي ورقه زي دي فيقول لك احنا عايزينك تجيبه بكره، ولو ما جاش بكره تحوله للتاديب. يا جماعه الكلام ده ما ينفعش. اولا ده طبيب وعضو في النقابه زيه زي غيره وله حقوق وفي قانون بينظم العمل داخل النقابه. لا طب يعني انا لازم الاول عشان تكون نتفق ان اي شكوى لازم يكون في واقعه محدده ايه الحاجه اللي حصلت مخالفه للقانون، 2 لازم يكون في دلائل او شهود على هذا الموضوع، و3 يكون في استعداد من الناس دي ان هي تيجي توثق الكلام ده، واحنا نفتح التحقيق في اي حاجه مفيش مشكله في فتح التحقيق. لا هو كده واحنا تتفتح التحقيق وخلاص. طبعا انا رفضت هذا الكلام، ان الكلام ده كان هو يعني مجرد تعسف او استخدام لجنه اداب المهنه في النقابه ضد بعض التنفيذيين، ضد بعض اساتذه الجامعه، ضد يعني اكتشفت ان في ان هم معادين لطوائف معينه من الاطباء او مجموعات معينه من الاطباء ايديولوجيا، يعني شايفين ان دي ناس مستريحه مثلا او ناس كذا او طبعا نقابه الاطباء نقابه مهنيه وليست نقابه عماليه، ما هياش بتمثل عمال قصاد صاحب عمل زي ما هم بيعتقدوا في كثير من كلامهم، حتى يقول لك اصل صاحب العمل الموضوع كله ده النقابات المهنيه نقابات مسؤوله عن المهنه بالاساس.
وتحاول تنظيم المهنة وحماية حقوق أعضائها بحقوق وواجبات متساوية. مفيش حد أحسن من حد، مفيش حاجة اسمها فلان ده فقير وفلان ده غني وفلان ده بيشتغل في الجامعة وفلان ده كل ده أفكار دخيلة على نقابة الأطباء وتدمر فيها من الداخل. المفروض النقابات بتجمع من الناس مش بتشتتهم يعني. ولجنة أداب المهنة مسؤولة عن ملف مهم هو أخطاء الأطباء، يعني المفروض إنها طبعا هو مش يعني برضو كلمة أخطاء الأطباء ما هيش كلمة يعني منضبطة قوي. إحنا لا خلينا نقول بس اللي بيحصل طبعا إن إحنا عندنا في مصر ما بنفرقش مهنة الطب مهنة خطيرة، تمام؟ ما هيش أنا مش بشتغل مش بصلح راديو أو تلفزيون أو بتاع، لا ده أنا بشتغل في بني أدمين، وبعض البني أدمين دول حالتهم بتبقى خطيرة جدا، أساسا لو سبتهم هيموتوا، وبعضهم مهما عملت له هيموت برضو، لأن إحنا مش بنحيي الموتى، إحنا بنبذل كل ما نستطيع من جهد طبي في محاولة إنقاذ المرضى، تمام؟ سواء إنقاذ حياتهم أو تحسين حياتهم للي هو عنده تعب أو وجع أو مش قادر أو كلام من ده، تمام؟ دي حاجة. ممارسة المهنة دي لها مخاطر، مخاطر ممارسة المهنة دي ممكن تكون الوفاة في بعض الأحيان. يعني أنا راجل جراح قلب، لو أنا الناس قالت لي إن أي عيان هيموت عندك إحنا هنوديك نقابة الأطباء وهنوديك النيابة، مش هشتغل جراحة قلب، لأن جراحة القلب معروفة في أي حتة في العالم فيها نسبة وفيات. أنت النهاردة لما تخوفيني إن أنت لو أي حد مات معاك هرفع عليك قضية، مش هشتغل. يبقى مين اللي كسب؟ الشعب اللي خسر، تمام؟ إنما أنا أقول إيه بقى؟ لو أي حالة ثبت فيها إهمالك أو تقصيرك أو أنت عملت حاجة مش موجودة في الطب أو حد محدش قبلك يعني إيه بقية الناس مش موافقة عليها، ساعتها حسبك. فدي اسمها مخاطر مزاولة المهنة، مش أخطاء الأطباء. يعني مش معنى أن عيان مات أن طبيب أخطأ، لا. القانون الكندي مثلا كمثال، مفيش على فكرة هناك قانون ممارسة مهنة، لا مش ممارسة مهنة، هي مساءلة طب مسؤولية طبية في كندا. إنما في مادة واحدة في القانون المدني بتقول إيه؟ ولا يحاسب الطبيب أثناء محاولته لإنقاذ حياة المرضى كأنه يقتلهم. ما مش ممكن أنا راجل جراح رايح هساعد عيان، فالعيان ده لما يموت يتوجه إلي تهمة القتل الخطأ، ووكيل النيابة يأمر بضبطي وإحضاري ويرميني في السجن، زي واحد كان واحد معدي راح خبطه بعربيته وموته. مش ممكن هذا الكلام، يعني الكلام ده غير منطقي، وده اللي بيحصل في مصر للأسف الشديد. أي طبيب بيموت منه حالة وأهل العيان مش موافقين، مش قابلين قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وممكن يكون في إهمال، أنا ما بقولش إن في، لكن هقول لحضرتك يعني نقاط الإهمال الواضحة في القانون إيه. لكن مش ممكن إن أي واحد مش عاجبه نتيجة العلاج الطبي، سواء يكون وفاء أو العلاج غير مكتمل أو فيه عاهة أو فيه حتى شكل الجرح مش عاجبه، يروح يودي الدكتور السجن. ده الصحفيين مش موافقين على إن هم يتحبسوا في قضايا النشء. أحبس الأطباء اللي هم شغلهم إن هم يحاولوا ينقذوا حياة المرضى. طبعا النتيجة حاليا إن أي طبيب بيحاول يبتعد تماما عن أي حالة معقدة أو أي حالة فيها خطورة، واللي بيدفع الثمن هو الشعب بسبب انتشار أفكار خاطئة. أنا عندي الحاجات اللي حاسب عليها الطبيب إيه؟ أولا الإهمال. إهماله يعني إيه؟ نمرة واحد ما كانش متواجد في مكان عمله في الوقت اللي المفروض يكون يتواجد فيه. أنا راجل نبطش النهاردة، مفروض لما يكون في حادثة تيجي تلاقي دكاترة موجودين، دكتور مش موجود يبقى الراجل ده أهمل في الشغل. اتنين، محاولته إنه يشتغل في تخصص غير تخصص، واحد بيفتي تمام جاي هو راجل بتاع مثلا نسا وفي مشكلة في الأوعية الدموية وحاول يتفزلك ويعملها، لا المفروض عليه قانونا هو ينادي حد استشاري أوعية دموية، هنا هو أخطأ، تمام. تالت حاجة إن واحد يكون ما عندوش التدريب الكافي أو التخصص الكافي، واحد ممارس عام وعامل نفسه استشاري، واحد أخصائي وعامل نفسه استشاري، ادعاء درجة أعلى في التخصص.